آخر تقرير معانا في فقرتنا الإخبارية هذا الصباح مشاهدينا، يوم الشعوب. يوم الشعوب احتفالية نظمتها كلية العلاج الطبيعي للطلبة الوافدين لعرض ثقافتهم وما تمثله كل دولة من ثقافة وعادات وتقاليد، يعني كان للتعارف وتبادل الثقافات. نشوف التقرير ونعود مرة أخرى، وفقرتنا الرئيسية الأولى التعليم. ابقوا معنا ونهاية الأسبوع. يوم شعوب نظمته كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة للطلبة الوافدين لعرض ثقافاتهم وما تمثله كل دولة من ثقافة وعادات وتقاليد. 12 خيمة تمثل كل خيمة دولة بثقافاتها والزي الشعبية لها لنقل الثقافة لخيام الدول المجاورة. احنا طبعا عاملين النهارده اللي هو اليوم الثقافي الاول للطلاب الوافدين او الفيرست انترناشونال داي، ده طبعا احنا عاملين حاجه زي كده للطلاب الوافدين ايماء مننا ندمجهم مع الطلاب المصريين وان هم يحسوا ان مصر دي وطنهم الثاني. يوم ثقافي تبادل ثقافات بين الشعوب، حتى احنا السيم او الشعار بتاع اليوم اسمه يوم الشعوب، تبادل ثقافي. كل دوله بتعرف ايه ثقافه الدوله الاخرى. الطلبه الوافدين نفسهم هم اللي عاملين اليوم، هم اللي منظمينه معانا مع الطلبة المصريين. الشباب من إدارة الوافدين حقيقة في الجامعة مع الدكتورة جيهان عاملين مجهود مشرف جدا. أنا عندي مجموعة من الطلبة عندهم نشاط وحماس وحب لبلادهم وحب للمهنة. النهاردة كل الطلبة من الشعوب المختلفة والبلاد المختلفة بيتجمعوا في كلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة. ننشر الثقافة، ننشر عن موقعها، لأن مثلا بالذات في مصر تحس إن مع إن احنا دول يعني قراب وجيران من بعض، بس يسألوك يعني وين ليبيا أو مثلا فيها إيه ليبيا، فالمفروض يعني الحاجات هذه لو تجيك للكلية بما إن احنا طلبة في الكلية معاهم، يعني المفروض إن احنا ننشر ثقافتنا معاهم، فالأسئلة هذه ما تصيرش. اليوم ده يعني احنا كنا مستنيينه من زمان عشان نبين الثقافة بتاعتنا، وأصل في ناس كتير عندهم صورة مختلفة عن اليمن، يعني بيفكروا اليمن حاجات تانية، فدلوقتي لسه الناس بيقولوا إن بجد دي اليمن. طبعا اليوم هذا راح يوم مهم بالنسبة لنا احنا كشعوب عربية، بنهتم به هو بالعادات والتقاليد، بنهتم به يعني كل دولة بتختص في ايش او بتتكلم عن ايش او مؤسسيها او تاريخها او ايا كان. احنا هنا في الخيمة السعودية بنتكلم على عدة مشاريع او بنتكلم على تأسيسها، برضه بنتكلم على اشياء كثير ان شاء الله ممكن تصير مستقبلا. بلد السودان يعتبر بلد يعني ما معروف بثقافته بحاجاته، فاليوم ده يعني حاسه انه حيوري الناس اكثر ان السودان هي شنو، المعالم اللي فيها، يعني السودان بلد يعني مليء بالحضاره والحاجات الحلوه. يعني يوم الشعوب اختلطت فيه ثقافات دول الطلبه الوافدين ببعضها، واندمجت الاناشيد الوطنيه في نشيد وطني واحد برعايه مصريه. سيد موسى، نهايه الاسبوع.